السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ويلكم باك تو ماي شانل. في فيديو اليوم ان شاء الله غدا نشارك معكم بسطيله ديال الدجاج هماويه بطريقه مبسطه وسهله، كتجي لذيذه، كتحمر لك وجهك مع ضيافك او عائلتك. زينتها بالاعشاش ديال الكنافه اللي غدا نشاركهم معكم ان شاء الله في الفيديو اللي غيتبع هذا الفيديو، يعني الفيديو ديال غدا ان شاء الله غنزل فيه طريقه تحضير اعشاش الكنافه حتى هما كيجيو غزالين بزاف. هاد اعشاش الكنافه معروفين انهم من المطبخ التركي او المطبخ الشرقي كيديروهم بزاف، هما كحلويات كيجيو حتى هما لذادين وساهلين بزاف في التحضير. ان شاء الله غنشارك معكم الطريقه في الفيديو المقبل. وباش ما نطولش عليكم دوزو مباشره لمكونات طريقه تحضير بسطيله الدجاج. فاول حاجه غادي نبدا بها هي اللوز. غندير 500 غرام ديال اللوز، نسلقها في الماء فوق النار تكون متوسطه حتى يتسلق عندي اللوز. وغادي ناخذ الطنجره غادي ندير فيها ربع كاس ديال الزيت، ممكن تستعملوا زيت نباتي او زيت الزيتون، استعملت انا زيت ديال الزيتون. وبالنسبه للتوابل درت معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال السكنجبير، الملحه، ونحركهم مزيان. وناخذ القطع ديال الدجاج بعد ما غسلت الدجاج مزيان وزولت له الجلده ديالته، غادا نحاول انني نلبسه مزيان بهاد التوابل. غادا نضيف معلقه صغيره ديال السمن، وعود ديال القرفه، وجوج فصوص ديال الثومه، ونحاول كيف قلت لكم انني نخلي الدجاج ديالي يتشرب مزيان هاد التتبيله. غادا نضيف 6 ديال البصلات مشلضين يكون الحجم ديالهم متوسط، ونديرو يتقلى فوق من النار تكون متوسطه. من بعد غادي نضيف واحد ربيطه ديال القزبر والمعدنوس، ونرجعو فوق النار يتقلى مزيان مع التحريك اللي حتى تبال عندي البصله. وفي نفس الوقت الدجاج غادي ياخذ اللون ديال هذيك التوابل حتى هو ويتقلى عندي كيف كتشوفوا معايا هنايا في الفيديو. من بعد غادي نضيف واحد لتر ديال الماء ونسد عليها ونخليها لحتى يطيب عندي الدجاج. ملي يطيب الدجاج غدا نزولو من الطنجره ديالتي لاني غادي نفتو، وغدا نخلي هذيك المريقه اللي بقات عندي ديال الدجاج شويه تعقاد. غدا نضيف ليها 4 معالق كبارين ديال القزبر والمعدنوس، وبقى نحرك فحال هكذايا كيف كتشوفوا معايا اختارت عندي المريقه. غدا نضيف ليها دابا 5 ديال البيضات ومستمر في التحريك كيف كتشوفوا بهذه الطريقه اللي باش البيض عندي يطيب. و ميم طون غادي ينقص عندي المكتر من هذا الخليط هذا. غادي نضيف 2 معالق كبارين ديال العسل، ونخليه يتشحر اكثر. وغادي ندير البيض ديال السمان هنايا يتسلق ما بين ما كملت انا باقي المراحل. غادي ناخذ هنايا الخليط ديال البيض مع البصيله والمرق اللي بقى، غادي نديرو يتصفى، وغادي ندوز نقشر اللوز. كنستعمل هاد ما عرفتش شنو نسميها هاد اللعيبه هادي، كتعاوني انني نقشر اكثر من حبه واحده في نفس الوقت، فهي صراحه كتنفع. فنستمر بنفس الطريقه اللي حتى نكمل اللوز كامل، ونحاول انني نخلي اللوز ما بين شي فيطه ديال المطبخ باش يكون ناشف من الماء وما يتبدلش عندي اللون ديالو. غادي نديرو يتقلى. بالنسبه للزيت انا كندير الزيت بارد كيف كتشوفوا، من بعد عاد كنشعل عليه البوطه وكنخليه يتقلى على مهل ديالو باش يجيني كريسبي، يجيني مقرمش اللوز بعد ما نقليه. فهنايا عندي المكونات هاي كلها جاهزه، غدا نحاول انني نطحن اللوز، وغدا نحتفظ بواحد الكميه قليله ديال اللوز اللي غدا نزين بها في الاخر البسطيله ديالتي. اللوز انا ما كنهرمشوش بزاف، وكنضيف له 2 معالق كبارين ديال العسل وجوج كيسان ديال السكر كلاصي. ودابا غادي ندوزو للمونتاج ديال البسطيله. استعملت فيها الورقه ديال الفيلو، الورقه ديال الفيلو كتجي مقرمشه بواحد الشكل رهيب، فغنحاول انني هنايا نديرها في اللاطه اللي غندخلها الفران. كل ورقه كنديرها كندهنها مزيان بالزيت، استعملت غير الزيت ما استعملتش الزبده. نحاول انني ندور الورقه باللاطه اللي عندي كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الطريقه، ولان ورقه الفيلو كتكون رقيقه بزاف فنحاول انني كل ورقه نحط فوق منها ورقه اخرى باش ما تقطعش عندي الورقه ملي نحط العماره. وندهن القلب ديالها حتى هو بالزيت، ونحط واحد الورقه اخرى في القلب وندهنها عاود بالزيت. وغادي نوضع فوق منها اللوز، هو الاول طبقه ديال اللوز هي الاولى، من بعد ندير فوق منها طبقه ديال الخليط ديال البيض مع البصيله بعد ما تصفى مزيان كيف شفتوا معايا من المرق او الزيت الفائض ديالو. من بعد غدا نحط فوق منها الطبقه ديال الدجاج. انا درت بحال هكذا لانني غدا نرجع نقلب هذا البسطيله وغيولي الطبقه ديال اللوز هي الفوقانيه.
فغدا نبدا دابا نغلق البسطيله ديالتي، وكل مره كنغلق شي ورقه كنعاود ندهنها بالزيت. كيف كتشوفوا معايا ما كنكثرش الزيت بزاف غير باش تدهن عندي الوريقه، وانا كنسد فحال هكذايا. من بعد غادي نرجع نعمل واحد الورقه من الفوق ديال هاد الورقات كاملين باش تغطي لي هذوك التنيات اللي درنا، ونحاول انني نلبسها البسطيله حتى من التحت، يعني تجيني ملبسه، الشكل ديالها يكون بحال هكذا مدوره يكون الشكل ديالها دائري ديال البسطيله. وغادي ناخذ ندهنها عاود بالزيت مزيان، ونرجع نقلبها فيها بحال هذا الشكل اللي شفتوا معايا، باش قلبت البسطيله ولا عندي الجهه اللي فيها اللوز كيف قلت لكم هي الفوقانيه، والدجاج هو من التحت. نحاول انني نضغط عليها باش نزيرها مزيان وتجي عندي عاليه البسطيله. دخلتها الفران على 350 فرنهايت 180 درجه، وكان هذا هو الشكل ديالها، تقرمشات جات يا سلام ما شاء الله رائعه كيف تشوفوا معايا. دهنتها بالعسل تقريبا حتى 3 معالق كبارين ديال العسل من الفوق، من بعد رشيت عليها سكر كلاصي، وغادا نبدا دابا في التزيين ديالها. فانا زينت بالحبات ديال اللوز اللي كنا خليناهم فاش قلينا اللوز، واستعملت العشاش ديال الكنافه والبيض ديال السمان، فحاولت اني نوزع اللوز بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد وضعت العشاش ديال الكنافه في القلب ديال السيركل ديال البسطيله. هاد العشاش الكنافه كيجيو لذادين حتى هما، كيعطيو واحد المذاق غزال، واحد الديكور زوين للبسطيله. والطريقه ديالتهم سهله بزاف، ان شاء الله غادي نخلي لكم الفيديو في القناه ديال طريقه التحضير ديالهم، والرابط ديالو غادي نرفقو في الفيديوهات المقترحه ديال هذا الفيديو. وضعت البيض ديال السمان حتى هو كيف ما كتشوفوا معايا في ما بين كل حبه ديال عشاش الكنافه. وفي الجوانب ديال البسطيله زينتهم باللوز مهرمش كيف كتشوفوا، درتو من الجنب باش كيعطي حتى هو داك النضار كيجي غزال بزاف، ورشيت من الفوق الوريقات ديال الورد. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله كيف كتشوفوا، ما شاء الله راه كتجي عاليه وعامره مزيان. غادي نقطعها وغادي نشوفوها من الداخل ديالها كيفاش كتجي، رائعه تحمر لكم وجهكم الا عندكم شي عراضه مع ضيافكم ولا مع الاسره ديالكم، كتجي غزاله بزاف. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها. فكيف قلت لكم غادي نحاول اني نقطعها باش تشوفوا معايا الشكل ديال البسطيله من الداخل كيفاش كتجي. وهذا فيديو مقرب للبسطيله. نتمنى ان وصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تجربوها. ورجع نذكركم انني غندرج الفيديو ديال العشاش الكنافه في الفيديو المقبل ان شاء الله على القناه، وغنخلي لكم الرابط ديالو في الفيديوهات المقترحه. فإذا كانت هذه اول مره كتزوروا القناه، ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب للاشتراك، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد كينزل في القناه. كنختار من تعليقاتكم افضل تعليق وكنبارطاجيه في الفيديو المقبل، وكان هذا هو افضل تعليق من الفيديو السابق. ما بقى لي الا نشكركم على حسن المشاهده وحسن المتابعه، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم بحول الله.